مراسم تلبيس البيت المعظم حلته الجديدة مظهر من مظاهر الاهتمام الذي توليه السعودية خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما. رداء من الحرير الطبيعي وأسلاك الذهب والفضة يتصدر المشهد في الحج ويعانق أبصار الطائفين. في هذا اليوم المبارك يوم التاسع من شهر ذي الحجة بدأ بعد صلاة الفجر منه قيام في النيو مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة بإكمال في الحقيقة جميع المراحل التي تطلبها إجدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بالكسوة الجديدة. يسابق فني مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة الوقت لإزدال الثوب الجديد وحل أربطة القديم. باشر 160 فنيا من فني جامع الملك عبد العزيز كسوة الكعبة المشرفة عملية تبديل كسوة الكعبة المشرفة القديمة بالكسوة الجديدة من خلال نقلها إلى المسجد الحرام. ثم تأتي مرحلة تثبيت الأركان الأربعة المذهبة وتجميع الجوانب بالخيط والإبرة يدويا. يتم في الحقيقة عملية رفع الجنب لكل جزء من الجوانب الكعبة من خلال الفنيين الذين يتولون هذه المهمة اليدوية والتي تطلب مهارة وكفاءة ومقدرة، ولا يمكن لأي ميكنة أو أي أجهزة يقوم بها، وهي جميع أعمال يدوية. فني مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة أنجز مهام عملهم في وقت وجيز. من الحرم المكي خميس الزهراني، العربية.